مساكم أصدقائي، وأهلا وسهلا بكل المتابعين اللي بتابعوني دائما. إن شاء الله بشهر رمضان المبارك رح نوصل 100,000 بدعمكم بجهودكم معنا. فإذا ما كنتم مشتركين بالقناة ما تنسوا الاشتراك من خلال الضغط على الزر الأحمر الموجود بأسفل القناة، وما تنسوا تفعلوا الجرس. لما تضغط على الاشتراك رح يطلع لكم الجرس، فعلوا كل إشعار جديد رح أنشره رح يوصلكم. اليوم رح أقدم لكم مكون عجيب ومعجزة لإزالة الشعر وعدم رجوعه مرة أخرى. المكونات كثير سهلة وتوفر بأي بيت. المكون عندنا معجون أسنان، تقدر تستخدمه أي نوع معجون أسنان متوفر عندكم بالبيت، وعندي زيت، عندي زيت النعناع. طريقة التحضير راح تكون كثير سهلة. بناخذ ملعقة كبيرة من معجون الأسنان نفس هذا الشكل، ناخذ معلقة كبيرة من معجون الأسنان ونضيف عليها ملعقة صغيرة من زيت النعناع، ومسير حرك فيها مع بعض نفس هيك. شوفوا كيف الكريم صار عندنا كريم باستخدام مستحضرات موجودة بأي بيت، راح يساعدكم بإذن الله على التخلص من الشعر. طريقة استخدامه كثير سهلة وبإذن الله راح تكون بسيطة. وهي هيك الكريم المعجزة، مكون واحد صار جاهز عندنا. طريقة استخدامه راح تكون كثير سهلة. أول إشي بنجيب هذا الكريم وبندهنه على المنطقة اللي بدنا نزيل منها الشعر، بندهنه عليها وبنخليه لمدة 10 دقائق لينشف. وبعد 10 دقائق بنجيب بالشفرة أو أي طريقة بتستخدموها وقيموا الشعر، ما راح تشعروا بأي ألم، راح يتخلصوا من الشعر بدون رجعة بإذن الله. وما تنسوا تدعمونا بلايك، وشكرا لكم كثير، شكرا على دعمكم.